في البادية، ولذلك هو خير من يجيد اللاهيف، يعرفه لاهيف الطويل الضامر الممشوق. أغنية التي سجلها الأولى وصف الخنتيلة، الخنتيلة قل من يعرفها الجيل الجديد، وهي الخنتلة نوع من المشي، وصف الخنتيلة إلى آخره. أم عمر عاش حياة الحضارة وحياة البادية، ولذلك زاوج بينهما وغنى وشعر ولحن. نعم. وفوق ده فوق هذا عم عمر رجل جاسر. نعم. لا يخشى. وبيطلع بيشيز من هنا بيمرق طوالي من الكورس. هاي عنده ضحكة بتاع السخرية. يمرقك طوالي قدام الناس. ومن طرائف التي حكاها وسجلناها انه كان لانه الفنان كان بيقيف راجل. والبيت هناك بيت. والفنان راي من ضفر لراسه. عم عمر بيغني الدنيا فيها عقاب خريف وعلى الحيطة ليستوبوا بشكله الجميل ذاك، دخلت عقرب بين عراقيه وبين جسمه، ما قطع الغنوة ولا الطرب، تطق وتنزل لغاية ما نزلت بين عالم من تحت، تطق فوق العقرب مش لسعة ولا لسعتين ولا ثلاثة. فقال ليش هنا أنا محمد عمر الدلبنة اتحكى من عقرب ما في كان. بعد كده كبتوه وشالوه وودوه.